السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا حلقه مهمه جدا. الحلقه دي بتاعت ازاي بتاعت التطبيق على الاي تي ال، ازاي نعمل امبلمنتيشن ل اي تي ال جوب. اوكي، انا بدات اقسم الحلقه دي، او فكرت عشان اقسم الحلقه دي اقسمها جزئين، جزء نرسم مع بعض الصوره العامه، جزء الامبلمنتيشن. تمام، والامبلمنتيشن جزئين برضه. ماشي. طيب، اول جزء احنا بنشوف الصوره العامه لاي تي ال، احنا هنعمل ايه في السايكل بتاعتها في الاي تي ال، والجزء الثاني هو احنا هنطبق السايكل دي. ماشي. طيب، نبدا مع بعض في الرسمه اللطيفه دي. الرسمه دي بتقول لك ايه؟ تقول لك انا عندي هنا الاي تي ال لايف سايكل، اللي هي دهيت. احنا الاي تي ال لايف سايكل بتتكون من ايه؟ عندنا انبوت، الانبوت ده هو بيودي ل اي تي ال، والاي تي ال ده بيعمل شويه فانكشنز وبيودي للاوتبوت. تمام، حياتنا كلها متمحورة حوالين الجزء اللي هو في النص ده، وازاي نموديل او ن اي تي ال الجزء ده الانبوت ده في الاي تي ال بشكل كويس، ونطلع اوتبوت من اي تي ال للاوتبوت بشكل برضه في كواليتي. طيب، نراجع مع بعض كده اهوت. هنا احنا قلنا عندنا شويه بيست براكتس في الاي تي ال. ايه هي البيست براكتس دي؟ قلنا ان عندنا يكون عندها موديولاريتي، ان الجوب بتاعتنا يكون ليها موديولاريتي، يكون في موديولاريتي للكود، الكود منظم، يبقى في سيمانتيك واضح جدا للاي تي ال. حاجه تانية ان احنا نقدر نهاندل الريجكشن، ان مفيش حاجه تضيع. يعني هاندل ريجكشن هنا هي مقصود بيها على فكره الكواليتي، يعني ماشي، لان احنا قلنا ان الريجكشن كجزء هو متعلق اكتر بالكواليتي اكتر من متعلق باي حاجه تانية. تمام. طيب، تالت حاجه قلنا هي الاوديتنج. تمام، الاوديتنج ده احنا وظيفتنا فيه ان احنا ازاي نطلع ازاي نعمل اوديت على الاي تي ال بشكل كويس. حاجه كمان الايرور هاندلنج، واحنا ازاي نعمل ايرور هاندلنج بشكل مظبوط. تمام، بعد كده اللوجنج، احنا ازاي نلوج الايفنتس والجوب ديتيلز. بعد كده الداتا لينج، والداتا لينج هنا مقصود بيها الجزء المتعلق ب الداتا سايكل اند تو اند. يعني عندي 1 ريكورد، الريكورد ده عايز اعرف السايكل بتاعته مشيت ازاي كلها اند تو اند، اقدر اعرفها عن طريق الداتا لينج. حلو، الاتوميستي دي عشان نقدر ازاي نموديل نعمل جوب دي تكون بتعمل تاسك ما تبقاش كبيره جدا، ما تبقاش صغيره خالص، يعني تبقى الجوب واحده كده على بعضها، مش 100 جوب في 1 جوب. اوكي، طيب في الكود براكتس اللي هنشرحها النهارده، عايزين نكون بنراعي المينتينابيلتي للكود بتاعنا، ان الكود بتاعنا يكون ريوزابل، ان الكود يكون ويل بيرفورمنت، يكون فيه بيعمل بيرفورمنس كويس، ان يكون ريلايبل على لما نيجي لو حصل اي زياده في الداتا يكون جينيريك، احنا مش عايزين كاستمايز سولوشن. اوكي، طيب نيجي هنا بقى للبروجكت بتاعنا، الامبلمنتيشن بتاعنا. انا النهارده او احنا النهارده هنفكر في ايه سوا واحنا شغالين على البروجكت. احنا عندنا حاجتين، عندنا حاجه اسمها البيرنت كونفيج او بيرنت بوم، وعندنا كومون لايبراري. طيب احنا في الاول عندنا جاهز دلوقتي البيرنت بوم. هتقول لي يعني ايه جاهز؟ احنا عملنا سلسله فيديوهات اسمها كود على مكشوف. سلسله الفيديوهات دي شرحنا فيها ازاي تعمل اللي هي اليمينيت البويلر بليت بتاعت الكونفيجريشن بتاعتك في الكود، بالذات في الجزء بتاع المافن. اوكي، طيب في الجزء ده شرحنا ازاي انك ممكن تعمل بيرنت بوم في شويه بروفايل او شويه سيتنجز، وان التشايلد ازاي يعملها انهيرت. فاوريدي ده الجزء ده دن. هتقول لي يعني مش هنشرحه النهارده؟ لا مش هنشرحه النهارده، بس هنستخدمه. طب عايز تفهمه؟ اللينك موجود تحت الفيديو وهتلاقيه موجود فوق دلوقتي. طيب بالنسبه للكومن لايبراري، ايه الكومن لايبراري دي؟ الكومن لايبراري دي يعني انا لما اجي اعمل اي تي ال، ماشي، غالبا بلاقي شويه فانكشنز دي متكرره معايا خلال السايكل كلها. طيب فانا هعمل ايه؟ كل اللي هنعمله ان هو ان احنا في الاول هنكتب كل الفانكشنز هنا في البيرنت بوم، سوري، في التشايلد اي تي ال. بعد كده هنفكر سوا ازاي ناخد جزء من الفانكشن دي نحطها هنا اهوت، وبعد كده نقراها في التشايلد بحيث ان الفانكشن دي تكون ريوزابل. طيب نمسك بقى مع بعض السايكل. عندنا هنا لو هنعمل كده هنا نجيب اللون ده. طيب عندنا هنا الانبوت فايل. طيب الانبوت فايل ده اللي بيحصل ايه؟ ده بيجي لي نيو فايل كل 5 دقائق. ده معناه ايه؟ معناه ان انا كل 5 دقائق في السايكل بتاعتي هيجي لي فايل جديد. طب الفايل اللي بيجي ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن دوت سي اس في مثلا، لنفترض المثال. طيب انا الجوب بتاعتي لو قامت عشان تعمل بروسيسنج، لو الاي تي ال ده قام على طول عشان يعمل بروسيسنج، حلو؟ فلا مثلا نفترض 10 فايلات او 15 ايا كان، او 10 مثلا، دي 10. اوكي، فانا 10 فايلات، حلو؟ ال 10 فايلات دول اللي بيحصل ايه؟
ان انا هقرا الكرنت فايلز الافيلبل في الانبوت فولدر اللي هو مثلا في اللاندنج زون عندنا زي ما شرحنا المره اللي فاتت. تمام. طيب افرض الجوب دي فيلت وهي شغاله وعايز اريران تاني، او عايز اعرف الجوب دي اشتغلت على انهي فايلز من الفايلات دي. حلو، فهعمل ايه؟ ده سؤال عايزين نجاوبه. السؤال التاني، طب الجوب دي لما تخلص وجت جوب بعدها تقوم تاني عشان تشتغل على الفايلات الجديده، هنفرق ازاي بين الفايلات الجديده والقديمه؟ حلو. فبالتالي بقى في نيدز ان احنا نعمل حاجه اسمها بري بروسيسنج ستيب. اوكي، الرسمه دي هنحطها في الاتاتشمنت وهتلاقوها منظمه بغير الشخبطه اللي بعملها دي. اوكي، طيب في البري بروسيسنج ستيب دي اللي هي بتودي على الاي تي ال، ثانيه واحده خلينا الخطوط بالاحمر كلها. اوكي، في البري بروسيسنج ستيب اللي هي بتودي على الاي تي ال دي، ايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل هنا ان احنا هنعمل رينيم لاي فايل موجود في الكرنت فولدر. خلينا نفترض ان انا هعمل رينيم من الدوت سي اس في مثلا، وهخليه مثلا هنا دوت سي اس في برضو اندرسكور بروسيسنج. طب هتقول لي طب ده انا ما بحبش الرينيم، عايز اخليها زي ما هي سي اس في ومش عايز ستار دي. في ناس تقول لك ايه؟ ان البري بروسيسنج ده يعمل اوبشن تاني ان انا اعمل موف ل انذر دايركتوري اللي هي بروسيسنج. اوكي، انا مش هكتب الكلمه كامله عشان نختصر الوقت مع بعض. اوكي، طيب فايا كان من الحلول دي، احنا مثلا النهارده هنستخدم اللي هو ان احنا نرنيم في الكرنت فولدر الفايلات تبقى اندرسكور بروسيسنج. تمام. طيب ولما تخلص هيبقى في حاجه هنا المفروض دلوقتي بعد الاوتبوت هنا هيبقى في ايه؟ بوست بروسيس. حلو، البوست بروسيس دي بتعمل ايه؟ هتروح ترنيم الدوت بروسينج دي تبقى بروسيسد مثلا، بروسيسد. او حل تاني ان هي ترجعهم تاني دوت سي اس في دوت سي اس في بس تبقى تحت نيو دايركتوري. اوكي، طيب يبقى لنا سايكل واحده هنا عايزين نتكلم عليها، هي حته ما بين الاي تي ال والاوتبوت. الاي تي ال والاوتبوت عندنا شويه فانكشنز، او عندنا شويه خلينا نقول رولز. اوكي، الرولز دي بتابلاي على الاي تي ال الفايل اللي هو الدوت بروسينج دول ويطلعهم في الاوتبوت. والرولز دي او الرولز دي عشان نميز لو حصل مشكله بنعمل ايه؟ بنجمع الفايلات اللي اتعملت في نفس الوقت من الاي تي ال تحت حاجه اسمها باتش او اي دي مثلا، باتش اي دي. الباتش اي دي ده بستخدمه عشان اعرف الفايل الريكورد ده جاي من انهي فايل واتعمل له بروسيس امتى. هنشوف الكلام ده في الامبلمنتيشن. حلو، طيب نيجي بقى هنا للجزء بتاع الامبلمنتيشن شويه، نخش شويه تفاصيل اكتر. طيب الجزء بتاع الامبلمنتيشن هنا احنا زي ما قلنا عايزين الحاجه تكون دايناميك ومش عايزين حاجه تكون ستاتيك، فاحنا عم بنعمل حاجه اسمها جوب كونفيج. حلو، الجوب كونفيج ده بيكون جواه ايه؟ جواه شويه تفاصيل ليها علاقه بالفايل. التفاصيل دي زي ايه؟ زي مثلا السورس نيم، ايه السورس نيم اللي هشتغل عليه؟ زي الانبوت تايب بتاع السورس ده مثلا سي اس في مثلا ولا او ار سي ولا باركي. الديليمتر مثلا هنا يبقى بايب مثلا او كوما. طيب الانبوت باس هو الباس. هاز هيدر مثلا، هل هي فايل ده الفايل داخل بهيدر ولا من غير هيدر؟ طيب الانبوت سافكس، سافكس هنا مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها الجزء بتاع البروسيسنج، انا هيبقى هل في سافكس ولا لا؟ طيب بكده ريجكشن باس، طالما في قلنا في هنا ريجكشن فيبقى ليه باس. اوكي، طيب بعد كده ريجكشن تايب سي اس في مثلا ولا ايه؟ كده عندنا التارجت تيبل اللي هو انسيرتيف تيبل كالاوتبوت تايب، يعني التيبل ده نوعه ايه؟ طيب حاجه كمان السيف مود، هل لما اجي اسيف هابند ولا هريبليس ولا هعمل ايه؟ طيب هل التيبل ده بارتيشن؟ طب ده بارتيشن ايه شكل البارتيشن بتاعه؟ طيب الانبوت سكيما، السكيما بتاعتي اللي انا بعمل لها انبوت. طب السكيما دي جبتها منين؟ ده سؤال حلو. طبعا نسيب القلم كده ونفتح قبل ما نروح هنا نفتح الويب سايت ده. فاكرين المره اللي فاتت لما قلنا اهو،
فاكرين السكيما دي لما اتكلمنا عليها وقلنا ان احنا بنستخدم السكيما دي as part من الاي تي ال، هي دي السكيما اللي بنستخدمها، او هو ده الجزء اللي بنستخدمه في الاي تي ال. اوكي طيب نرجع تاني قبل ما نروح هنا. طيب نرجع بقى للاي تي ال او نروح للاي تي ال. اتمنى يكون الكود خط واضح يعني، بس ممكن نعمل كده هنا حاجه. اوكي طيب ثانيه واحده كيز. لا خلاص خلينا مش شويتين كيس فونت سايز. اتمنى يكون الخط واضح يعني. طيب هنا اول حاجه، هنا عندي هنا جيسون فايل، ممكن تستخدم اي حاجه عشان برضه الموضوع ده جدلي شويه. في ناس تقول لك انا هستخدم مش عارف اني تايب سم يعمل، استخدم اكس ام ال، انا بفضل جيسون بس ما فيهاش اي ما فيهاش يعني امبلمنتيشن وايز مش فارقه معانا، عشان بس اكون صريح معاك يعني، استخدم اللي يريحك يعني. المهم انا بحب الجيسون فايل. اوكي طيب عندي هنا الكونفيج جيسون ده. طيب قبل ما نخش في كونفيج جيسون، الكونفيجيشن دي اعمل لها سيفنج فين؟ هنتكلم فيها في حته ثانيه. لما نيجي نبص على السايكل ان تو ان، الكونفيجيشن دي هتبقى موجوده في الداتابيس او في تيبل او في مكان ما، وجوب دي بتبقى منها، بس مش عايزين نخش في التفاصيل بتاع الفول سايكل دلوقتي، خلينا ناخد حته حته. طيب السورس هنا نيم اهو، مثلا في جي اكس هنتكلم عليه المره اللي فاتت. عندنا الانبوت فايل تايب، عندنا سي اس في، عندنا الداتا ديليمتر، عندنا البايب، الانبوت باس ده مثلا انبوت باس بتاعي بتاع البروجكت ده اهوت. ثانيه كده معلش، ده اي تي ال ديمو، ثانيه واحده، اي تي ال ديمو مش سبارك، اي تي ال ديمو. اوكي طيب الريجكشن باس المفروض هو نفس الموضوع برضو، المفروض يبقى نفس الباس ده المفروض برضو. احنا بنفترض يعني ان المفروض يعني انك انت الكلام ده بيبقى على سيرفر برودكشن، بس انا هنا عشان ما اقعدش اقرا او عم ارفع البروجكت ده يكون يعني سيلف كونتين، فانا حطيت لك فولدر اسمه داتا. هتقولي طب ما حطيتش ليه في ريسورسز هنا؟ دي مش بيست براكتس تحط اي حاجه هنا. لا، عشان ده يعني جزء من ده اللي هنتست بيه الانتجريشن تيست، ده يعني كل جزء من الكود بتاعنا او من الداتا هنتستها هنحطها في التيست ريسورسز، بس ده اعتبره كانه الفايل اللي احنا ايه بنتست بيه الفول سايكل، مش بنتست بيه الانتجريشن تيست بتاعنا. يعني ده هنستخدمه في حاجه ثانيه، جزء بتاع الداتا ده مش هنستخدمه في التستنج اللي هو بتاع اليونت تيست بتاعنا. اوكي طيب احنا قلنا هنا الانبوت باس بيبقى مهيو زون تحتيه 4G عشان لو في اكتر من سورس سيستم، وهنا البروسيس اللي هو تحتيه مثلا 4G. طيب الريجكشن اوتبوت تايب سي اس في، تارجت تيبل سميناها ايه؟ سيجنال، المفروض دي سيجنال مش سيجنال، سيجنال كي بي اي ماشي. المفروض كلها سمول، مش خليها كلها سمول، سيجنال كي بي اي ماشي. طيب سيف مود ابند، البروسيسنج سافكس هيبقى اندرسكور بروسيسنج، الاوتبوت فورمات هيبقى او ار سي، احنا هنتكلم لسه الموضوع بعدين. هاز هيدر، لا ملوش هيدر. طب هل فعلا هو ليه هيدر؟ تعال نبص هنا روزون فايل ده، لا ملوش هيدر اهو. حلو طيب نرجع تاني، البارتيشن كولوم ايفنت ديت وباتش اي دي، هنتكلم في حته البارتيشن كولومز دي والديزاين بتاعها في اخر جزء خالص في الفيديو. معلش مش يعني مش عايز اخش في التفاصيل عشان ما نلخبطكوش، لما نفهم ايه هو الايفنت وايه هو الباتش هنتكلم عليه في الاخر. اوكي طيب الانبوت سكيما، ايه الانبوت سكيما؟ انا عندي كولوم وعندي تايب. طب الانبوت سكيما جبتها منين؟ زي ما قلنا من التيبل ده. طيب عندي الام زي، وغالبا الناس سماها سمول مش كابيتال، بس هي مش فارقه. اوكي ام زي هو سترينج وهو از نالبل، لا ما ينفعش يكون نالبل، ده بوليان. الامي هو string بس هو ممكن allow null، السيل integer مش allow null. لا كذلك الايفنت تايب بيallow هو string، والايفنت تايم ستامب هو تايم ستامب. طيب اوكي احنا كده ستيل ما عملناش اي تغيير في الحته دي. اوكي طيب نرجع تاني لبس بتاعتي، احنا كده فهمنا ايه هو الانبوت فايل او الانبوت كونفيجريشن. نيجي بقى للبايب لاين بتاعنا، احنا هنمشي ازاي؟ طيب عندنا هنا اول حاجه بنعملها في الاي تي ال هنعملها النهارده هي ان احنا نبارس الجيسون ده اهوت. حلو هنعمل فانكشن، هنعمل يونت تيست فانكشن بالتيست ان احنا عندنا سيمبل جيسون وبنبارسه، وبعد كده نستخدم الفانكشن دي ان هي تبارس اي جيسون عندنا. بعد كده نفكر ازاي نخلي فانكشن دي جيناك ان هي تبارس اي جيسون يخش لنا، حتى احنا مش عارفين يعني ان اليوزر يبص السكيما
وان احنا نبارس السكيما دي حتى لو احنا مش كاستمايز فانكشن، نعملها جينيريك اكتر. طب بعد كده ان احنا نبارس الانبوت داتا، خد بالك بارس الانبوت داتا معناها ان احنا نقراها بس، مش معناها ان احنا نفاليديت السكيما. حلو كده، هنفاليديت السكيما دي خطوه تانيه لوحدها. هتقول لي ليه؟ لان انا مش عايز في اول خطوه دي، يعني افرض ان السكيما لو انا عملت في الاول فاليديت السكيما من غير ما بارس الداتا، فكده هيتقري الداتا والريجكشن هيضيع. لا، انا بقرا الداتا كلها مظبوطه او مش مظبوطه، بعد كده بعمل فاليديت للسكيما. تمام، بعد كده بهندل الريجكشن، الداتا اللي مش بتفاليد السكيما دي نهندلها. بكان بارس الفاليد ريكورد، الفاليد ريكورد هم مظبوطين بارسهم. بكان بارس الكونفيج، المفروض طب حد يقول لي حاجه منطقيه، المفروض الكونفيج دي تكون خطوه رقم 2 مش خطوه رقم دي خطوه رقم 6 2 4 6. طيب هي مش فارقه كتير، بس انا حطها هنا عشان ما نلخبطكوش، وعشان هي مش هنستخدمها الا واحنا قبل ما ابلاي الاي تي ال مابنج. حلو، فقلت خلاف في الاخر شويه. بعد كده هنا نروح عاملين ابلاي للاي تي ال مابنج. طيب كل الكلام ده هنعمل ايه؟ كل الكلام ده هنعمل يونت تيست فانكشن بتست الكلام ده. حلو، نعمل يونت تيست ونكتب فانكشن تشيك ان هي شغاله هكذا. طيب نيجي بقى لحاجه كمان، ان احنا محتاجين نكريت البايب لاين. جزء البايب لاين ده هو كانه انتو اند يعني انتجريشن، بس هو الفكره ان احنا ازاي نتست السايكل من اول بقى ما في فايل موجود على سيرفر في مكان ما لغايه ما بيطلع الاوتبوت في التيبل. ده مش ده هيبقى في ليون تيست برضه، بس هو الهدف من ده ان احنا نتست الانتو انت سيناريو. ماشي، طيب بعد كده احنا هنكون كريتنا فانكشنز هنا، في فانكشنز منهم هتبقى منطقيه ان هي تموف في كومن لايبراري. فهنعمل ايه؟ هنعمل موف ل الفانكشن دي، الفانكشنز دي. بعد كده اد لوجينج، احنا هناد لوجينج اصلا هنا، بس اقصد هنتشيك على اللوجينج. طيب ايه اللي نسيناه هنا؟ هوت هي حته ال اير هاندلنج. هل الاير هاندلنج مش هتهاندل فوت ابارت باي ده، يعني بارت من كل فانكشن، بس احنا في اول ديزاين هنعمله هنبقى قاصدين ان احنا ما نعملش كل الهاندلنج مظبوط، عشان نشوف ازاي بنريفاكتور الكود بتاعنا ان يبقى مظبوط، وهنحطها لما نيجي نعمل الكومن لايبراري. اوكي، طيب حاجه هنا في الداتا ديزاين. طيب الداتا ديزاين احنا دلوقتي لو عندي تعالوا نعمل ثانيه واحده كده، ثانيه واحده. طيب نعمل نيو فايل، عملت انسيرت بيج، تعالوا نروح هنا اهوت في بيج جديد. اوكي، تعالوا نجيب اللون ده. طيب طيب انا دلوقتي عندي فايل اكس دوت سي اس في، اوكي، وعندي فايل واي دوت سي اس في. اوكي طيب انا عندي الفايل ده جواه ريكورد 1 2 3 وعندي هنا 1 2 3. حلو، انا حصل مشكله في ريكورد من الريكورد ده وعايز اتراك الفايل ده، فهعمل ايه؟ انا هباص للجوب بتاعتي حاجه اسمها باتش اي دي، باتش اي دي. وفي ناس يعني بتقول لك مين بيست براكتس، خليه الديت، يعني نفترض مثلا 2020، احنا دلوقتي الساعه النهارده ايه؟ ماشي، خلينا 2020 06 20 مثلا، 2006 مثلا الساعة 12 15 ثانية. حلو، ده كل ده باتش اي دي. طيب الباتش اي دي ده هل هو 1 تو 1 مع الفايل؟ لا، هو 1 تو 1 مع الجوب، يعني ممكن الاثنين دول يكون ليهم نفس الباتش اي دي. فعلى سبيل المثال الجوب دي هيبقى عندي ايه في التيبل؟ يبقى عندي باتش اي دي. طيب الباتش اي دي ده جواه ايه؟ جواه فايل اكس دوت سي اس في، فايل نيم يعني، واي دوت سي اس في، وكل يعني وكل ريكورد من دول، يعني الريكورد رقم واحد هيكون معاه الكولوم ده وهيكون معاه الكولوم ده، وريكورد رقم اتنين نفس الكلام يكون معاه الباتش بتاعه والفايل بتاعه، ممكن مثلا يكون فايل ده. حلو، فانا دلوقتي لو عندي ريكورد رقم واحد من الباتش ده والفايل ده، لو حصل مشكلة هقدر ارجع للباتش ده والفايل ده اشوف ايه المشكلة اللي حصلت فيهم. حلو، طب احنا ليه محتاجين الباتش اي دي والفايل نيم؟ عشان اللينج وعشان التراكنج، عشان لو حصل مشكلة اقدر ارجع اتراك المشكلة دي. تمام، طيب نرجع بقى للجزء الثاني، الجزء بتاع الباتش اي دي والفايل، قلنا ان هو ليه علاقة بالداتا لينج. طيب البارتيشن، ايه لازمه البارتيشن هنا اهوت، او ليه احنا بنركز على البارتيشن؟ البارتيشن بيساعدنا بشكل كبير ان احنا نقدر نتريس الداتا او نكوير الداتا بشكل سريع. ف
فعلى سبيل المثال نرجع تاني للشيت التاني بتاعنا. ثانية واحدة، نرجع للشيت التاني هنا. اوكي، نختار لون تاني مثلا، اللون ده. اوكي، نعمل هنا كده خط كده. طيب نرجع هنا للجزء اللي تحت بقى. طب انا عندي تيبل فيه مثلا كولوم اكس واي، ولا بلاش اكس واي زد، خلينا نختار ايه، كول سي 1 سي 2 سي 3 سي 4. حلو. طيب انا عايز اكوير دول، هكوير ازاي؟ طيب الاسهل حاجه، عشان لما عاوز انا كده كده ما جابني ببني على ديت، يعني عايز اكوير مثلا عدد الايفنتس بير داي. حلو، فهعمل ايه؟ هبارتيشن الداتا دي او التيبل ده بحاجه اسمها مثلا ايفنت ديت. الايفنت ديت ده هو الايفنت، يعني الايفنت ده حصل امتى، مش اتعمل له بروسيسنج امتى. خد بالك، وده نتكلم عليه بعدين. يعني ممكن ايفنت بتاع يوم واحد يتعمل له بروسيسنج يوم اثنين او ثلاثه، بس الايفنت نفسه يوم واحد. حلو. طيب وبعد كده عندي ايه؟ عندي الباتش اي دي. طيب في ناس بقى تقول لك طب انا هبارتيشن برضه بالفايل نيم، مش ريكومندد. لا، كفايه كده الاثنين دول حلوين قوي، يقضوا الغرض معاك. وحط الفايل نيم از كولوم عادي لو انت عايز تتريسه عشان اللينج، لكن ما تحطش هنا الفايل نيم، دي مش ريكومندد. اوكي. طيب فانا دلوقتي بقى عندي كل الايفنتات حصل يوم واحد موجوده. طب انا كل الايفنتات بتاع اليوم ده هل شرط تيجي في اليوم ده؟ لا، ممكن تجي لي ديليت سي دي ارز او ديليت ريكورد، فبالتالي بمانجها بعرفها من الباتش اي دي بتاعها ومن الفايل. اوكي. طيب ولو حصل مشكله وحد قال لك الداتا دي مش منطقيه، دي غلط، هعمل ايه؟ هرجع والله الايفنت ديت الباتش بتاعها والفايل بتاعها، اقدر ارجع تشيك هل الداتا دي صح ولا لا، فيساعدنا في الكواليتي اشورنس. اوكي. طيب من ضمن الحاجات اللي احنا بنقول عليها مهمه، انت لازم تستخدم سكيما تايبس. اسمها في تايبس للسكيما، ما تعمل يعني لازم تشيك التايبس في السكيما في الاي تي ال بتاعتك قبل ما تنسرت في التيبل، ما تخليش الايرور لغايه التيبل لما تيجي تنسرت. والتشيكينج سكيما مش معناه انك انت تريجكت اللي هم مش ماتشنج، لا، معناها انك انت تتشيك الماتشنج والمش ماتشنج تريجكتو. اوكي. طيب شويه نوتس، النوتس دي بعضها هنشرحه النهارده وبعضها هو during the course، يعني في حاجات احنا لسه هنشرحها during the course. اول حاجه write small units with good coverage، يعني انت مش مهم تعمل function كبيره جدا تعمل 100 حاجه، ده مش recommended. اعمل function صغيره مثلا بالبارس ال ATL ده، طب بالبارس قصدي الجيسون مثلا. حلو. طيب بعد كده عايز function تتست الفايل الريدنج من الفايل وبارسنج جيت، اعمل function ثانيه واعملها تيست لوحدها. بلاش تعمل كل حاجه في one function، يعني split الكود بتاعك عشان تقدر تيست المشكله جايه منين. طيب الحاجه الثانيه دي يعني حته جدليه، develop then optimize. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عايز اعمل، خلينا نرجع هنا لنقطه الكومن لايبرري اللي شرحناها هنا اهوت هنا فوق، ماشي؟ اهي هنا اهوت. اوكي. طيب حته الكومن لايبرري دي، انا دلوقتي عايز مثلا اعمل فانكشن بتعمل مثلا بارسنج للجيسون. حلو، خلاص اعمل فانكشن. انت عندك انبوت الكونفيجريشن دي اهي، هتروح تعمل عندك كولوم ثابته وعارف التايب بتاعها، خش اعمل لها فانكشن تبارس ده بالظبط. طيب بعد كده ابدا افكر هل الفانكشن دي افرض انا واحد تاني زميل في التيم عنده كونفيجريشن بس مختلفه عندي، عايز ازود حاجه فيها او انقص، فانا عايز اعمل فانكشن تانية تكون مو جينيريك. لا، ما تبداش بالجينيريك، ابدا حاجه سيمبل بعد كده فكر في الجينيريك انت تعمل لها تعمل جنرالايز. يعني حاجه كمان، طب انا عايز انهانس البرفورمانس بتاع الفانكشن او بتاع الجوب، لا ابدا اعملها بعد كده ابدا فكر ازاي تعملها برفورمانس افضل في التستنج والكلام ده. ف دي من ضمن الحاجات المهمة عشان ما تقعدش تعقد نفسك في الاوبتمايزيشن فتلاقي نفسك طولت قوي. حاجة بقى فوكس عليها دايما وانت شغال، الداتا كواليتي اهم من اي حاجة. يعني لو جيت قلت لي اعمل جوب بترند بسرعة قوي بس ما ولا جوب بتطلع داتا مظبوطة قوي، لا اعمل جوب تطلع داتا مظبوطة 100% كاوبتمايز. مش مهم عندي، يعني مش مهم عندي السرعة قد ما عندي الكواليتي. احنا في الداتا في البروجكت بتاع الداتا بنركز على الكواليتي مش بنركز على الكوانتيتي. لكن مثلا في بعض بروجكتس ثانيه يقول لك لا انا البرفورمانس عندي اهم من مثلا انك انت تشيك لي التايب بتاع الداتا والكلام ده. احنا هنا لا، بنتشيك على الجزء ده اهو. اوكي. طيب طيب دي حته في السكالا هنعملها مع بعض بس مش هنشرحها بالتفصيل، هنشرحها دوج الكورس. لما احنا عندنا كورس بتاع سكالا، لما نشرح سكالا هنتكلم في التفصيل. استخدم statically type، يعني ايه؟ او خلينا نقول الجمله الاعم هي construct precise model او construct more precise model. يعني ايه؟
انت عندك دلوقتي داتا بتعمل لها مابينج، كل حاجه بصيها يعني، اعمل زي كونتراكت كده ما بين الميثود لكيس كلاس او زي ما بنسميها تايب، ما تبصيش حاجه وهي عايمه كده رو مثلا ولا جينيريك من غير رو، لا كل حاجه تكون بتروح بتايب وترجع بتايب وتشك على تايب. هنشوف الحته دي واحنا بنشتغل، بس دي حته مهمه جدا. في بقى حته كمان اوبتمايزيشن، ان انا حتى لو انا عندي تايب فضفاض يعني، ازاي اعمل ستاتيك تايب اكتر. ندي مثال في الحته دي عشان بس اشرح لكم اصل ايه، حتى مش هنعملها النهارده بس يعني ايه اتس جود بوينت ان احنا نشرح الحته دي دلوقتي. اوكي طيب خلينا هنا نعمل خط برضو كده اهوت. طيب خلينا نفترض عندي كريدت كارد، كريدت كارد، وكده الكارد دي خلينا نفترض مثلا ليها نيم، خلينا نعملها سمول ثانية واحدة. اوكي ليها نيم مثلا، النيم ده مثلا سترينج، سترينج، وليها اسمه ايه نمبر، نمبر بس مش كلمة نمبر، خلينا نقول مش عارف ايه سري اس نمبر، سيريال نمبر مثلا نمبر. اوكي طيب وانت جيت عملت السيريال نمبر ده مثلا لونج مثلا او بيج انت ايا كان، بيج انت، ايه مشكلة الموديل ده؟ الموديل ده لا لطيف هو شغال، هل ده هيعترض؟ لا، بس في مشكلة هنا. المشكلة الأولى هنا ان انت السترنج ده انت فارض ان ما في ان يعني انا دلوقتي اديتك دبل كود فاضية، التايب ده هيقلاو انك تدي دبل كود فاضية. طب هل ده منطقي؟ لا. طب هل في طريقه ان انا اعمل تايب اسميه مثلا نفترض يعني اسميه نيم؟ في طريقه وهتضمن لك الحته دي. طيب البيج ان نفس الكلام، البيج ان دي مثلا بتفترض معاك انك انت ممكن يبقى عندك رقم زيرو او واحد او اتنين او تلاته، بس هو المفروض مثلا يكون 15 ديجيت لو انا فاكر صح. ديجيت سوري ومثلا 15 ديجيت. طب هل في طريقه ان انا بدل ما ادي بيج انت ده مثلا اقول له مثلا اعمل حاجه اسمها اس نمبر، الاس نمبر ده بيتشيك او هو التايب بتاعه بيبقى جواه فاليديشن ان مثلا ما ينفعش يكون زيرو او ان هو لازم يكون 15 كاركتر، وان هو مثلا ناخد بالك برضه ان هو بيج انت ده ممكن ياخد اكتر من 15 كاركتر، فانت ازاي تعمل حاجه زي كده؟ فاحنا مش هنتكلم على الحته دي النهارده، مش هنتكلم مش ان دي حته يعني لو حد مهتم، وهي حته انترستنج جدا 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 اسمها الجبريك داتا تايب. الكونس ده جميل يعني بصراحه، وهو بيقول دايما هنا بيتحط تحت كده كونستراكت، كونستراكت بير سايز، اتمنى اكون كاتبها صح، داتا موديل او موديل ان جنرال داتا موديل. طيب دي هنشرحها مع بعض يعني، دي ديورنج الكورس بتاع السكالا هنشرحها، مش هنشرحها النهارده ولا هنعملها النهارده عشان الموضوع مش معقد قوي يعني. اوكي طيب احنا طولنا شويه بس عايزين نشرح الحاجات دي مع بعض عشان نكون فاهمينها. طيب اخر حاجه هنا نموف اسرع شويه، ان احنا عندنا هنا فوكس على اللوجيك اكتر من فريم ورك، يعني مش مهم تعمل بقى فريم ورك، مهم تعمل اللوجيك مظبوط. حاجه كده هنتكلم عليها بس المره الجايه مش النهارده يعني، نشرحها الفيديو في تكمله الفيديو عشان بس ما نكومبليكيتش الدنيا، ازاي نعمل امبلمنت بروبرتي بيس تيستنج. بروبرتي بيس تيستنج وظيفتها مش ان هي تيست الفانكشن شغاله ولا لا، تيست البيهيفير بتاع الفانكشن. يعني اديك مثال، مثال لطيف يعني، انت عندك دلوقتي فانكشن بتحسب بيرس ديت. اوكي فانكشن بيرس ديت دي المفروض مثلا بتديها الديت تحسب لك الايج، الايج حلو، انت بتفترض ان البيرث ديت دايما لازم يطلع مثلا بالموجب، ما ينفعش يطلع بالماينس، ما ينفعش يطلع بزيرو مثلا، نفترض يعني. فازاي تيست البيهيفير ان هو مثلا ما يطلعش اقل من زيرو مثلا، ان هو مش هيطلع مثلا بالماينس، هي دي بيهيفير. فبتعمل تيست، تيست الحته دي هنشرحها المره الجايه على مثال له علاقه بالبارسنج سترينج هنعمله. اوكي طيب اخر حاجه يعني حاول تريديوس الاستاتيك رول انك تحطها في الكونفيج هنا. اوكي طيب اخر جزء بنتكلم عن الفاسمه دي قبل ما نخش في امبلمنتيشن الكواليتي تشيكس. اول حاجه وانت بتادي الكواليتي جيتس بتاعتك بعد تخلص الجوب، تشيك نمبر اوف ريكورد فروم سورس فروم تارجت في ريجكشن، المفروض مع بعض يطلعوا زي بعض حلو.
الترند اناليسز. الترند اناليسز دي ممكن تكون انت بالبروس ده صح، بس بتعمل مشاكل في ال يعني ان الداتا بتاعتك او ال ثانيه واحده، ان الداتا اللي جاي فيها حاجه غلط. فلس يعني ممكن مثلا جالك 10 ريكورد وطلعوا 10 ريكورد مظبوطين، بس انت اصلا اكسبكت يطلع لك في اليوم ده مليون ريكورد، فلازم تشيك الترند، الفوليوم، الريجكشن، الايه، البيهيفير. اوكي طيب دلوقتي احنا هنروح على اول جزء اللي احنا عايزين نعمله امبلمنتيشن، اللي هو السورس نيم. انا عملت بس ريفرش للرسمه عشان تبقى ايه بشكل منظم يعني، وهنعمل امبلمنتيشن. فاول حاجه عايزين نعملها هي في الـ في الـ في الـ في الانبوت احنا هنعمل بارسنج للكونفيج. فانا عملت سيمبل بروجكت، البروجكت ده هو المفروض ان هو امتي بروجكت، يعتبر ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش غير البيرنت بوم. البيرنت بوم ده احنا شرحناه اوريدي قبل كده في فيديوهات، سلسله فيديوهات على نفس القناه هنا اسمها كود على مكشوف السلسله، وجواها شرحنا اليمينيتنج بويلر بليتس وشرحنا ازاي تعمل بيرنت بوم. اوكي في البيرنت بوم ده انا هنا اهوت، لو جيت فتحت البروفايل بتاعتي هتلاقي هنا ايه السكالا 2.11 والسبارك 2.11. مش محتاج كل بروجكت سبارك 2.11 يبقى عنده ايه يكون عنده الفول بوم، فعاملين بيرنت بوم. طيب نمسك فاول جزء بقى. انا دلوقتي عشان نبدا نعمل البارسنج للكونفيج فايل ده، انا هنعمل تيست فانكشن، يونت تيست، هنعمل فانكشن ببارس الجيسون فايل. بس قبل ما نعمل الفانكشن دي هنعمل سمبل يونت تيست. اوكي فهنعمل جيسون اكستراكتور تيست. طيب انا عشان برضو اختصر الوقت في الفيديو، انا حطيت اليونت تيست هيمشي مع بعض حته حته كده، كتبتهم جاهزين عشان ايه اليونت تيست بس، والكود نكتبه مع بعض. اوكي طيب اليونت تيست انا هروح هنا كده ثانيه واحده. اوكي طيب فاحنا هنا هناخد اول يونت تيست دي كده اهوت. اوكي خلينا ناخد دي كده اهوت. اوكي وبعد كده نقفل الكوز ده. طيب ايه اللي انا عامله هنا اهوت باختصار، ثانيه واحده هنشيل دي كده. اوكي ماشي، ايه اللي عامله هنا باختصار؟ انا عامل هنا كلاس اسمه جيسون اكستراكتور تيست بيكستند الفانكشن بتاع سكالا والماتشرز. اوكي وجوه هنا عامل التيست جيسون سترينج بارسنج او بارسر. اوكي ده لو افترضنا هو بارسر مثلا. اوكي بارسر. اوكي وعامل جوه هنا عامل سيمبل جيسون سترينج، جوه مثلا نيم ده الكار مثلا بي ام دبليو، والموديل بتاعها مش عارف سي 5. حلو وزي ما احنا قلنا قبل كده احنا عايزين كل حاجه تكون ستاتيكال تايب، وانا هتست ان انا ارجع البارسنج بتاع الجيسون ده از كيس كلاس. فانا هعمل كيس كلاس، هعمل هنا حاجه اسمها باكج سكالا باكج اسميها ميتا داتا تيست مثلا، او تيست ميتا داتا اي حاجه، تيست ميتا داتا مثلا عشان بس ايه تكون ليها علاقه دي مش تبقى في البروجكت. اوكي وهعمل جواها final case class. اوكي واسميه car، ده هيكون جواه ايه بياخد name as string و model string. عايز اتاكد بس هو كده صح ولا لا. اوكي نروح هنا model صح و car. اوكي طيب هعمل import ده كده. طيب ال expected عندي ال expected هنا اسمه ايه، او اكسبكت جيسون اوبجكت هنا ايه كار، وهنا الاكسبكت يكون عندي كار بي ام دبليو وسي 5. طيب الاكشوال ايه، انا هفترض دلوقتي ما عنديش فانكشن امبلمنتد، يعني مفيش فانكشن امبلمنتد هنا، بس هيبقى عندي حاجه اسمها ايه الاكسبكت جيسون اوبجكت انا عامل هنا نال. طب تعالى نقول ان التيست دي المفروض تفيل عشان يقول لك ان احنا اكسبكتد كار وانت بعت لي نال سترينج. تمام طيب احنا هنعمل خطوتين دلوقتي في الكود، او ثلاث خطوات بالظبط. اول خطوه هنعمل فانكشن بتبارس الكار دي از اي جيسون على شكل الكار ده وترجع لنا كار از اوبجكت ريتيرن. اوكي طيب بعد كده هنفكر ازاي نجنرالايز الفكره دي ان احنا نبعت اي سترينج ونبعت الكيس كلاس از بارامتر جينيريك وهو يرجع لنا البارسد كيس كلاس. بعد كده نبدا نفكر ازاي نبارسه فروم فايل. اوكي طيب هنا قال لو شفنا التيست هنا هنلاقيها فيلت، قال الكار هو اكسبكت الكار بي ام دبليو سي 5 وجاي له نال. طيب اول خطوه هنعملها ايه هنا هوت، ان احنا هنروح على التيست هنا. اوكي وهنقول له ان احنا عايزين نعمل فانكشن، هنعمل اوبجكت هنسميه جيسون اكستراكتور. اوكي
في جزء اكستراكتور ده هنعمل ايه فيه؟ اوكي هنعمل فانكشن ديف مثلا بارس جيسون اوبجكت. اوكي بارس جيسون اوبجكت دي هتاخد ايه؟ هتاخد جيسون سترينج از سترينج وترجع لنا كارف. اوكي طبعا هو مفيش هنا كارف، فانا هنروح عاملين ايه؟ طيب هنروح عاملين هنا هنا باكج نسميه هنا ميتا داتا. حلو، وهاخد الاوبجكت ده من هنا، مش هخليه في التست، هخليه هنا. اوكي خلينا اهوت. اوكي وهروح هنا واقول له خدها من الميتا داتا بس. اوكي ماشي، ممكن تشتغل عادي مفيش اي مشكله. طيب نروح تاني للجيسون هنا، المفروض هنا هو مش عارف ايه الكار دي. اوكي هنقول له ايكوال. ايكوال ايه بقى؟ طيب بسيطه جدا، هنقول له انك انت المفروض اول حاجه في لايبرري اسمها جاكسون بتبارس الجيسون، فيها فانكشن لبارس الجيسون. اوكي فانا كل اللي هعمله ان انا هعمل امبليسيت implicit val format type بتاعها default format ايوه dot type. اوكي ودي هتساوي default format. اوكي طيب وبعد كده هنقول له هي المفروض ان دي ترجع try of parse، ما ترجعش parse direct. يعني المفروض دي المفروض تراي اوف ده، ممكن ما يعرفش الكيس دي ما يعرفش الكاستاف. خلينا نقول نرجع تراي اوف كار مش كار نفسها. اوكي طيب نقول له تراي تعمل ايه بقى؟ تراي انك انت تبارس ايه بقى؟ تبارس الجيسون سترينج ده دوت اكستراكت منه المفروض. وهنا مش لاقي اكستراكت دي، هي اكستراكت دي هنا المفروض في حاجه اسمها جاكسون دوت بارس جاكسون من هنا، في هنا بارس جاكسون دوت جيسون ميثودز دوت بارس حاجه زي كده. اوكي المفروض هنا في حاجه اسمها اكستراكت از ايه از كار. طيب كده خلصنا، لا ناقص حاجه واحده دلوقتي، دي بترجع تراي اوف الكار دي. المفروض نعمل ايه بقى؟ المفروض نعمل فانكشن تانيه دهيت بتشيك هل هو بارست صح ولا لا، لو صح ترجع سكسس اوف الاوبجكت ده، غلط يبقى ما ترجعش او ترجع فيلير اي اكسبشن. اوكي فانا هقول له ال ديف مثلا هنا سوري هنا ديف جيت مثلا جيسون اوبجكت جيسون سترينج فوت ترجع لنا كارف ايكوال فوت ترجع لنا كارف ايكوال ايه بقى؟ المفروض نعمل ايه؟ نقول له بارس الجيسون اوبجكت ده اوف الجيسون سترينج، ونقول له عايزين نعمل ايه؟ ماتش صح؟ ماتش. طيب ماتش ده قدامنا حلين، اما ان هو سكسيد او سكسس يعني في ان هو اوبجكت او بي جي مثلا او بارس اوبجكت. اوكي وعايز هنا الفيلير امبورتر له سكسس، انا بدوس الت انتر اهو طيب ساعتها رجع لي البارسد اوبجكت ده. طيب كيس ان هي ايه؟ فوت فيلير اوف اكسبشن برضو نفس الكلام، خد لي ده هترجع لي مثلا ايه؟ طيب احنا قلنا المفروض يكون عندنا اير هاندلنج، يعني نعمل نبقى كل حاجه كل اير سبيسيفيك للكيس بتاعته، بس انا مش هعمل كده. هقول له ان جنرال رجع لي، هقول له ثرو الليجل ارجيومنت اكسبشن اوف الاكسبشن ده. والفيديو اللي بعد الجاي هنتكلم فيها الموضوع اهو. اوكي طيب فاحنا كده خلاص عندنا الدنيا جاهزه. نروح هنا بدل نال هنا. اوكي وانا مش عارف ايه جيت جيسون اوبجكت دي، فانا هعمل له ايه؟ في حاجه كده منطقيه. هو خلاص هنا
ثانية واحدة. اوكي في حاجة هنا منطقية، لو جينا شفنا أو قبل ما أقول الحاجة المنطقية دي، تعال نتأكد الطيب اللي راجع قال مظبوط، ولو قلنا دي المفروض تشتغل من غير أي مشاكل، ده اللي نعمله. طيب أنا هنا يعني احنا بنتكلم على برضه الكود يكون أنضف شوية وكلير أكتر. احنا هنا احنا الفانكشن دي بتكول فانكشن تانية، واحنا مش هنكسبوز حاليا او ما عندناش بلان حاليا، هنكسبوز كده خلاص نيو تيست باس، هنكسبوز الفانكشن دي اللي هي البارسر بتاع الجسم ده. فانا هعمل ايه؟ هعمله برايفت ماشي؟ هدي هتأثر اي حاجة في اليونت تيست اللي احنا عاملينها، لو عملنا كده تاني قلنا المفروض ما تأثرش في اي حاجة، يعني ده اللي احنا اكسبكتد. ماشي ماشي اوكي اوكي طيب كده تمام. ناقصنا خطوه كمان، الخطوه الثانيه ايه هي؟ انا عايز ان جنرال اي فانكشن، اي فانكشنز الفانكشن دي ابصلها كبارامتر الكاردي از ا بارامتر، يعني اي كيس كلاس، مش عايز ديفاين ستاتيك في الفانكشن هنا وهو يجيها مظبوط. طب هنعمل ده ازاي؟ اوكي هنقول لك شكرا لسكالا، انا ما عندهم اوبشن ده ولانجوج كتير. انا بص هنا تي ان جنرال اي تي، هنقول له هنا امبليسيت ام مين فيست اوف التي دهوت، وهنرجع تراي اوف تي وجوه دهوت هنقول له رجع التي. كده خلصنا هنا، بس تعالوا هنا كمان ناخد نفس الكلام ده هنا اوكي، بس هنا تبقى تي مش تراي اوف تي، ودي ترجع تي ودي اوكي. طيب وبقى لنا ان دي لازم تاخد التي. طيب احنا كده عملنا ايه؟ كل غيرناه ان احنا خلينا الفانكشن دي تاخد تي از بارامتر في الديفينيشن بتاعها. ودايما في كونسبت كده في السكالا او في الفانكشن، او في تو كونسبت يعني سيمبلي، انا مش هشرحهم دلوقتي بس هنشرحهم في كورس سكالا، بس اقوله لكم يعني. دايما اي انبوت او اوتبوت لازم يكونوا ديفايند في الهيدر بتاع الفانكشن. لو ما عنديش كلير ديفينيشن للانبوت والاوتبوت، ده كده معناها هي مش بيور فانكشن او ليها افكتس اوكي. ودي من ضمن الحاجات اللي بيسموها اللوكال ريزونينج، اللي هي المفروض تكون موجوده عشان نقدر نعمل كومبوزيشن بتوين الفانكشنز اوكي، او كومبوزيشن مود زي ما بيقولوا يعني اوكي. طيب نروح هنا اهوت. هنا التعديل ان انا هروح هنا عند اللي هو الفانكشن دي، فوت رجع كار صح، بس انا هنا هديله كار. بس في حد يقول لي طب ما افرض عايزين نتاكد هل فعلا هي لو غيرنا الكلاس هتشتغل ولا لا، يعني لو غيرنا عملنا فانكشن ثانيه غير كار دي هتشتغل؟ ده سؤال حلو جدا ممكن نجربه دلوقتي سوا. انا هعمل فانكشن ثانيه جيسون تيست مثلا، هعمل مثلا هنا كار، هنا مثلا هسمي ايه بيرسون اوبجكت اوكي. هعمل هنا مثلا حاجه اسمها نيم مثلا مصطفى، وهنا مثلا هعمل ايج 21 32 اي حاجه 32 اي حاجه. المهم وهنا اعمل ايه مصطفى 23 بيرسون، هنعمل هنا بيرسون وهنعمل هنا بيرسون اوكي. اصلا مفيش بيرسون، هنروح عاملين ايه؟ هنروح على هنا نعمل اوكي هنا ايج انت، ومفروض يعني لو احنا بما اننا مش هنستخدم الاثنين دول هنا، المفروض ناخدهم من هنا ننقلهم التست هنا، لان هم مش علاقه بالمين دلوقتي، هم علاقه بالتستنج بس. اوكي خلاص مش محتاجينها هنا. هنا خلاص هنا خلاص اوكي. هنقول له خد ال تيست مين دوت اندرسكور اوكي. طيب احنا هنا عملنا اوبجكت جديد، هو هنا المفروض منطقي بيقول لك خد الاوبجكت هنا، اهو بيقول لك ان دي انت اوكي اوكي. طيب دلوقتي المفروض لو رنيت اللي هي التيست بتاعت بيرسون دي، انا كلاس جديد بيرسون وهنا مديله كار، المفروض يشتغل عادي اوكي اوكي لو قلنا دلوقتي احنا
هنقدر دلوقتي نكون عملنا بارسنج للجيسون بشكل يعني سبيسيفايد لكيس كلاس معين. هنا فيل، تعال نشوف فيل ايه. ايج ايه، اوكي عشان دي هنا ثانية واحدة. ايج لو احنا عند بيرسون هنا ايج. طب تعال نرن تاني كده فوت تشتغل، تعالوا نجرب تاني ايج عشان هو كان عايز هو هنا بيقول لك ان هي سترينج هو لقاها انت، فدي غلطة صغيرة. طب تقول لي ليه المشكلة دي لما اعملها سترينج وخلاص؟ لا احنا قاصدين او احنا عايزين يكون عندنا كل حاجة تكون statically type، مش عايزين حاجة تكون يعني ايه هي مثلا في الفايل انتجر وانا باخدها string او بوليون وباخدها string، دي مش السكوب بتاعنا. طيب حلو، ناقص بقى خطوة كمان. دلوقتي انا عملت function اديلها جيسون string ترجع لي object. طب انا عايز function تانية ابصلها الفايل نفسه والجواه جيسون سترينج ترجع لي الاوبجكت. طب في سؤالين، طب ما احنا نعدل الفانكشن دي ونخليها تاخد فايل، بس هي ليه الفانكشن بتاخد سترينج؟ فنعمل ايه؟ نعمل فانكشن ثانيه هدي لها الفايل باس ترجع لي سترينج، وباصل السترينج ده لل وباصل السترينج ده للايه؟ للجيسون بتاعي. طيب حلو، طب هنتست على ايه؟ انا هنا عامل في ريسورسز هنا عندي config ده اللي هو الجيسون اوبجكت بتاعنا اللي احنا لو احنا هنا اهوت هنلاقيه موجود فيه كل التفاصيل دي اهو. حلو، فانا عايز ابارس الجيسون ده. اوكي طيب عشان ابارسه لازم يكون عندي قلنا لازم يكون لي شكل معين ستاتيك عشان نقدر نبصيه. فانا هعمل ايه هنا؟ انا عامل يونت تيست ثانيه للحته دي، هاخدها هنا كده كوبي بيست. اوكي انا مش عايز الميتا ده دلوقتي ولا هنا، انا عايز التيست دي ما هي هعمل هنا تيست جديده هنا تيست جيسون. اوكي طيب هنا التيست دي بتعمل ايه؟ تيست ريدنج اند بارسنج جيسون سترينج فروم ريسورس فايل. اوكي طيب دي بتعمل ايه؟ بتاخد جيسون بارام ديتيل لسه هنعرفه جواه التفاصيل بتاعت الفايل. طيب وفيها اكسبكتد هنا اللي هو نال، ومفروض لما نلها هتفيل. طب هنعمل ايه هنا؟ احنا قافلين ده كده خلاص ماشي عايزين دون سيف. اوكي هاخد هاخد دول كده واروح احطهم في الميتا داتا بتاعتي. اوكي دول هيبقوا ميتا داتا كومن للمشروع بتاعي، او مش كومن للمشروع بتاعي، كومن للتشايلد اي تي ال ده. طيب عشان تفهم اقصد ايه، انا عندي هنا شويه functions هي generics لكل المودلز بتستخدمها او كل الجيسون اوبجكت، في function هي specified للبروجكت ده او specified للchild ده. حلو، الفانكشن اللي هي generic هي بتبارس الجيسون، الفانكشن اللي مش generic هي هي اللي بتسبيسيفاي حاجه معينه. طيب الاوبجكت ده كيس كلاس ده هو ليه علاقه بالبروجكت ده بس مش للكومن. اوكي طيب هنعمل ايه هنا؟ حلو هروح قايل له هنا خد، انا كده عرفت ثانيه واحده، انا هروح ارجع معاكم تاني ثانيه واحده. يلا ساعه كده اوكي ايوه طيب ناقص ان هو ياخد الديفينيشن بتاع ده. اوكي ممكن تغير السيتنج دي يبقى اسرع شويه. طيب نرجع تاني بقى، هو كده خلاص جيسون اوبجكت اهو، بس تعالوا نرجع تاني نفهم انا عامل ايه هنا. اوكي انا عندي سورس نيم انتجرز كل ده سترينجات ما عدا التيبل هنا عشان هي هنا سوري مش هنا لا ولا هنا اهو. انا اعمل التيبل هنا التارجت تيبل هي ليست اوف سترينج، ممكن تكون سترينج مش فارقه كتير بس انا اعملها ليست اوف سترينج يعني لو عندنا اكتر من تيبل. طيب بعد كده عندي هنا انبوت سكيما اقفل ده مش عايز ده دلوقتي. الانبوت سكيما هي ايه؟ هي ليست اوف اوبجكت، ما الاوبجكت ده هو سترينج و بوليان. حلو طيب فلو عملنا كده هنا ان هي عملت حاجه اسمها سكيما ديتيل فيها كولوم نيم كولوم تايب از نال. طيب يجي حد بقى يسالني سؤال منطقي هنا، بس هو حته سنه في سبارك يعني حد مهتم بسبارك وعارف سبارك ممكن يسالني السؤال ده، يقول طب ليه ما نبصيش هنا ستراكت تايب وتبقى ليست اوف ستراكت او تبقى ستراكت تايب من ستراكت تايب هو ليست اوف فيلدز؟ وده سؤال حلو، بس انا دي هتتطلب مننا شويه فاليديشن او بارسنج مختلفه، فانا هخليها بعدين بس مش هنتكلم فيها دلوقتي. اوكي طيب اوكي دلوقتي المفروض لو رنينا اليون تيست دي اللي يحصل فيها اكسبكت ان هي تفيل.
انا متوقع ان هي تفيل. عشان طبعا هي اكسبكتد اوبجكت كده طويل، نال مش ايكوال الكلام ده هو. حلو، ممكن طبعا تفتح حضرتك الديفرنس هنا اللي طبعا نال وبتاع. اوكي طيب، ناقصنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل الاول فانكشن، نقسم عندنا حاجتين. عايزين نعمل فانكشن، فانكشن دي هديها الفايل نيم ده تجيب لي الباس بتاعه، وفانكشن تانية تاخد الفايل الباس تجيب لي ايه السترنج بتاعه، وبعد كده هعمل فانكشن تانية بديها الباس تبارس. اوكي، او هي بتشتغل على البارسنج بتاع الفايل. طيب طيب نعمل ايه؟ انا هعمل حاجه جديده، لا اوبجكت جديد اسميه فايل فايل هاندلر. اوكي طيب، فايل هاندلر ده هعمل جواه ايه؟ جيت فانكشن ديف جيت ريسورس فايل باث، هديله فايل نيم از سترينج. اوكي اوكي هبصيله الفايل نيم، ومفروض يرجع لي ايه؟ يرجع لي سترينج بوت في الباث. طيب هعمل ايه؟ اوكي قبل ما ابدا اقول هعمل ايه، في معلومه هنا ان احنا بنستخدم احيانا بعض فانكشناليتي من الجافا. طيب واحد يجي يقول لي طب ليه مش احنا عايزين نعمل كل حاجه تكون بيور وحاجات تبع سكالا؟ هقول لك في حاجات اي او مش محتاجه تستخدم سكالا. تقول لي لا، في حاجات فعلا سكالا، وان احنا بن وفي اوريدي ليها لايبريز ومستخدمه ومعموله بيور فانكشن. اوكي اكيد معاك وكلامك صح، بس هنعمله بعدين، ومش كل حاجة اعمل بالشكل ده، بس ممكن نعملها بعدين لو عايزين نجربها نجربها. اوكي اوكي فانا هنا هعمل ايه؟ اوكي هقول له get class. اوكي دوت get class loader class loader دوت get resource of الفايل نيم اللي انا بعته له دوت food get path get path. اوكي طيب، وبعد كده هعمل ايه؟ هعمل فانكشن تانية ديف جيت جيت ريسورس فايل كونتنت مثلا. طبعا اختيار اسامي الفانكشن دي بقى حاجه صعبه شويه، بس انا يعني ممكن يبقى نحسنه بعدين، والكود اللي هتقوم فوق اونلاين ممكن تلاقيش بعض اسامي الفانكشن مختلفه. طبعا هتلاقوا كل فانكشن ليها هيدر، بس انا مش هعمل الكلام ده عشان بس اصعب معاكم وقت الفيديو. اوكي طيب، هنا قايل له ايه؟ جيت ريسورس فايل كونتنت هتاخد هيجي لها فايل باث از سترينج، وهترجع هترجع ايه؟ ترجع سترينج. اوكي طيب اوكي ماشي. طيب المفروض اللي يحصل ايه؟ ان انا هعتبر ان الفانكشن دي مالهاش علاقه بدي. حلو، هقول له ايه هنا؟ هبصيله الفايل باث واقول له هات المحتوى اللي جوه الفايل باث ده. طيب هعملها ازاي؟ اقول له خد الجيسون فايل، انا عارف نيو فايل ده بتاع الجافا. اوكي هتلاقوا ان في اكتر من فايل، احنا هناخد بتاع الجافا فايل اي او. اوكي هنبصيله الفايل باث. اوكي طيب، في اوبشن، في حد ممكن يقول اوبشن تاني؟ طب ما بصيله اللي هو الجيت ريسورس فايل اوف ده، يعني انا اديله ويبقى الفانكشن دي بتاخد الفايل نيم واديها ده. لا انا هباصل الفانكشن دي، يعني لما اجي ابص الفانكشن دي هباصلها الفايل الفايل نيم وفي الباث ده، فبالتالي بتخش باث دايركت. حد يقول طب امتى اعملها دايركت از وان فانكشن؟ اقول لك لو انت استخدمها كتير، يعني دي مدرسه دي مدرسه، بس مش عايزين دلوقتي ايه نخش في الجدليه دي يعني. اوكي طيب اوكي هنا هروح قايل له هنا ايه؟ قال له في جيسون اوبجكت. اوكي بعد كده بعد ما عندي فايل يبقى عندي ايه؟ اجي اعمل بافر سورس ايكوال سورس ده اللي هو بتاع السكالا سورس دوت فروم فاين. اوكي طبعا هو انا مش حافظ الفانكشنز دي، انا ببص ادور عليها بجيبها اونلاين واقعد اسيرش عليها. انا بصراحه ما افتكرش معظم الكود اللي بكتبه اصلا، بس هي يعني ايه ممكن تسيرش عليها، مش تلاقي الموضوع صعب يعني. اوكي طيب بعدين هتاخد بقى السترينج، هتقول له سترينج هنا يبقى buffer source dot get lines get lines دو دي ايتريتور، فانا هقول له دوت ام كي سترينج عشان يعملهم لي
as one string. طيب اوكي حلو كده الفانكشن خلص. في بس تكه انا افرض الفايل ده مش موجود، فانا هقول له هات try of string ماشي، وهنا هقول له try of اوكي هو بس كانش لاقي try، وانا بدوس سيف بيعمل فورماتنج، هتلاقوا الفورماتنج موجود ان هو انا بحطه في البروجكت كونفيج يعني. اوكي ممكن تستخدم الفورمات الديفولت بتاع الانتلي جي لطيفه. طيب ناقص ايه دلوقتي؟ هروح رايح على الجيسون اكستراكتور، هو مش مفتوح، نروح على الجيسون اكستراكتور هنا وهعمل ديف فانكشن زي ما هي هنا اهوت، هاخده كوبي بيست هنا ديف جيت جيسون اوبجكت فروم فايل حلو، وهبصلها ديفولتي بس هنا بقى مش هبصلها، هبصلها هنا ايه بقى جيسون فايل باث اوكي از سترينج، وهنا المفروض هيبقى عندي اللي هي فانكشن اللي هي ايه اللي هي ريد ريسورسز كابنا دلوقتي اللي هي جيت ريسورس كونتنت اوكي دي اوف الجيسون فايل باث اوكي، هو طبعا مش عارف ايه دي، فراح قايل له هنا import الفايل هاندلر دوت get resource file content اوكي اوف الجيسون باس اوكي. ممكن هنا اوكي ماشي، بعدين هنا كده خلاص، بعد كده راح قايل له ايه لو هي succeed، لو succeed بقى اعمل ايه لو سكسيد لو سكسيد بارس الجيسون باللي راجع ده اوف تي اوف بس هنا هيبقى ايه بقى اللي راجع هنا يبقى جيسون سترينج، ده يبقى جيسون سترينج اوكي ثانية واحدة، هو هنا ماتش ده، فانا قلت له لو succeed of الجيسون string ثانية واحدة succeed of json str الجيسون string المفروض ياخد ده يبص وخلاص successful اوكي. طيب حلو، فهو لو قال succeed، لو هو succeed ان هو يجيب الفايل كونتنت، لو succeed هيجيب اللي هو get json object ويبارسه، لو لا هيفيل. طيب يبقى انا اخر حاجه هنتست الفانكشن دي، هتقول لي ما احنا عملنا تيست، مش احنا عملنا تيست للبارسنج بتاع السترينج، هتعمل فانكشن ثانيه بارس من فايل. طيب في الغالب عشان بس نكون واضحين، في الغالب الشباب اللي هم بيشتغلوا في الديفلوبمنت هتلاقي يقول لك ان احنا لما يبقى في فانكشن، الفانكشن دي بتقرا من فايل او يعني في انتراكشن مع الفايلز، بيحطها في نيو تيست وبيسميها ده بارت من انتجريشن تيست. حاليا هحطها في وان كلاس، وبعد كده ممكن انظم الكود بعدين اوكي. امبورت امبورت ايه؟ امبورت هنا اولا هنا خليها استريك اوكي، امبورت كل حاجه، وهنا اقول له فايل هاندلر دوت جيت سورس فايل باس. فانا هنا هديله هقول له هات الريسورس فايل باس بتاع الكونتنت دوت جيسون ده اوكي اللي هو ده، و بصيل الفانكشن دي واعمله كاستنج از الجيسون بارام ديتيل ده اوكي. طيب المفروض لما نرن دي كده المفروض يشتغل مظبوط، ده الاكسبكتد بيهيفير يعني. هنشوف دلوقتي اوكي كده اشتغلت مظبوط. يبقى احنا كان النهارده عملنا ايه؟ النهارده عملنا ريفيو للسايكل بتاعت اي تي ال ماشي، دي هحطها لكم اتاشمنت في مع الفيديو، وعملنا تيستنج ان احنا نبدا نبارس اول جزء من الجوب كونفيج في الانبوت هنا،
وعملنا باسنج سترينج وعملناها ستاتيك، بعد كده عملناها جينيريك اخد اي حاجه، بعد كده عملنا باسنج فروم فايل كده. ده الجزء الاول. ودايما زي ما انتم شايفين انا ببدا احط التست بتاعتي وابني عليها الكود، لان التست بتوريك انت محتاج ايه اصلا از انبوت. طب لما تعوز تغير دايما التست بتكنترول الكلام ده. طيب احنا المفروض عشان الفيديو ما نطولهوش، احنا كده النهارده خلصنا الجزء ده، المفروض المره الجايه هنبدا مرحله ان احنا نعمل حاجات تانية، اللي هي هنبارس الانبوت داتا ونفاليديت الانبوت سكيما ونهاندل الريجكشن ونبارس الفاليد. ممكن نكمل معاهم كل الجزء ده المره الجايه على حسب الوقت يعني، بس غالبا هيبقى هنخلص لغايه هنا المره الجايه. اوكي اشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.